You're jealous. The devil doesn't get jealous. I'm the one who inspires passion in others. I mean, you know that. ذاكر نايك هو أحد أكثر دعاة الإسلام شهرة في العالم، ودائما يصفه المسلمون بأسد الدعوة. لقد شاهدت العشرات من فيديوهاته، ولاحظت أنه دائما يقع في مغالطات منطقية، لا وبل أحيانا يكذب لتجميل صورة الإسلام أمام الناس. واليوم سأبرهن لكم بالحجة والدليل أن كلام هذا الشخص ليس إلا كذب وتدليس. في حوار لذاكر نايك مع فتاة مسيحية، سألته هل سأذهب للنار لأنني مسيحية؟ وكانت الإجابة غير متوقعة من ذاكر. Sister asked a question that many of her Muslim friends say because she's a Catholic, because she's a Christian, she will go to hell. That is it true that because she's a Christian you'll go to hell? Sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. أنا لا أصدق كيف لشيخ مسلم أن يقول مثل هذا الكلام. أنتم تدعون أن الإنجيل محرف، ثم تقول لها إن اتبعت تعاليم المسيح الموجودة في هذا الإنجيل ستدخلين الجنة. المسيحي أو اليهودي أو الغير مسلم بصفة عامة مكانه في جهنم بحسب الإسلام، وسأعطيك الدليل من القرآن على أن المسيحيين سيدخلون النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني أن المسيحيين كفار، وإن للكافرين عذاب النار. في أن المشرك الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على غير الإسلام، مات على الكفر، لا ينبغي أن يرتاب مسلم أو مسلمة في أنه من أهل النار. فمن المستحيل أن يدخل المسيح الجنة، خصوصا وأنه لا يؤمن بمحمد. أنت بتعملي غلط. لا صح. وفقط سؤال سريع، لو افترضنا أن كلام ذاكر نايك صحيح، وأن أي أن المسيحي سيدخل الجنة إذا اتبع تعاليم المسيح، إذا لماذا يتم إقامة حد الردة على المرتد الذي اعتنق المسيحية؟ ها؟ لماذا تقتلون المسلم الذي اختار أن يعتنق المسيحية ويتبع المسيح؟ نزل إيدك. قلت يا عيني. الشاكت الشاكت. الشاكت إيه؟ يوبي. قلت استنوا ما تكلميش خالص إنجليش. نبقى في نفس الفيديو ومع فضيحة أخرى لذاكر نايك. The parting of this sister that most of the Christians, almost all, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is Almighty God. They believe he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Sister, if you can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement anywhere from the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. إذن ذاكر نايك يقول إن استطاعت السيستر أن تريه جملة واحدة في الكتاب المقدس والتي يقول فيها المسيح أنا إله أو اعبدوني، فهو مستعد أن يعتنق المسيحية. ربما السيستر لا تعرف تلك الجملة، لكنني أعرف. في الإصحاح 14 الآية 8، شخص يدعى فيليبوس قال ليسوع المسيح: يا سيد أرنا الأب وكفانا، يعني أرنا الرب الذي في السماء وأرحنا. فرد عليه يسوع: الذي رآني فقد رأى الأب، فكيف تقول أنت أرنا الأب؟ لكن أنا أعرف أنك لن تقتنع بهذه الآية وتريد آية أكثر وضوحا وشفافية. أوكي تفضل يا أخي. الإصحاح 10 من يوحنا الآية 30، يقول يسوع: أنا والأب واحد، يعني أنا والأب الذي في السماء فوق واحد. وهنا يسوع المسيح يعترف بأنه إله. ومن هذا المنبر أنا أطالب ذاكر نايك أن يلتزم بالتحدي ويعتنق المسيحية ويبدأ بالتبشير. I mean, if there's one thing the devil knows is that people need to take responsibility for their own bad behavior. The sisters asked the question that Allah can create anything. So why did it take 6 days? Sister, if Allah wanted,
You could have done it in one day, but then you'll ask, the, why did Allah create it in one day? Why not in 6 days? So because Allah wanted it in 6 days. هذا خطأ وتناقض كبير. الله يقول عن نفسه في القرآن أنه على كل شيء قدير وأنه فقط يقول كن فيكن، لكنه استغرق 6 أيام في خلق هذا في خلق الأرض، وهذا الشيء يدل على التناقض الكبير الموجود في القرآن. وكالعادة شيوخ الموضة يحاولون الترقيع فيقولون إنه قادر على كل شيء وقادر على خلق الكون في رمشة عين، لكنه استغرق 6 أيام لحكمته وتواضعه عز وجل. وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه سبحانه يريد أن يخبر عباده بالتأني في الأمور وإتقان الشيء، فخلقها في 6 أيام لحكمة. ثانياً، حتى لو قلنا أن الله فعلاً خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فهذا يعني أن الله خلق الكون قبل أن يخلق الأرض، لأنه خضع للمدة الزمنية والتي هي 6 أيام، وهذا يتعارض مع قولكم أن الله خارج الزمان والمكان، فكيف تفسرون هذا الأمر؟ هناك تفسير واحد، وهو أن الله كان خارج الزمان والمكان، أي خارج الكون، ثم دخل إليه وبقي 6 أيام حتى اكتملت الأرض والكواكب وكذا، ثم خرج مرة أخرى من الكون كأنه في فندق وعمل إنه أوت، عارف؟ His next question is that if any Muslim leaves his religion and becomes a non-Muslim, becomes an apostate, then the penalty is death. So isn't this a sort of compulsion? Before I give the answer, I would like to mention that every country has its own law, its rules and regulation. And most of the countries, one of the highest punishments is for treason. For example, if a person is working in the army and if he leaks the important thing of the country, all the vital points and the information to the enemy, it is called as treason. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries the death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this and where I'm compelled by the country not to do certain things, what is wrong is wrong. اولا هذا المثال فاشل، لأن الدول وقوانينها هي من تأسيس البشر وليس الله، لذلك لا يجب أن نقارن بين أحكام الله وأحكام البشر. وحتى لو قلنا أن عقوبة الخيانة مثل عقوبة الردة، فسيبقى المثال فاشل، لأن الخيانة أو تسريب معلومات سرية للعدو قد يتسبب في موت مئات البشر، فيمكن أن نقول أنها جريمة تستحق الإعدام. لكن الردة هي فقط ترك للدين، أنت لم تعد مقتنع بهذا الدين فقررت تركه وتغيير حياتك يعني، وهذه تعتبر جريمة في الإسلام تستحق القتل. So here also, if a Muslim becomes a non-Muslim, it's only in the Islamic state of law, if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. على أسد الدعوة. ذاكر نايك يقوم بمحاضرة في الهند، يعني دولة أجنبية، ويقول إذا ارتد أحد عن دينه وهو داخل الدول الإسلامية وبدأ بالدعوة لدينه الجديد يجب قتله. يا أخي، أنت تدعو لدينك من خارج الدول الإسلامية، فلو طبقنا هذه العدالة فعلا فأنت أيضا يجب قتلك، لأنك تضل الناس عن دينهم الهندوسي وتنشر الفتنة. هذه هي الهضرة ديال العياقة، عاود حاول معاه ثاني. وأصلا كلام ذاكر نايك كله خطأ في خطأ، لأن المرتد لا يقتل عندما يقوم بالترويج لدينه الجديد أو عندما يقوم بانتقاد الإسلام، بل يقتل عندما تثبت ردته بأي شكل من الأشكال. من ثبتت ردته قضاء عند القاضي، الأصل أنه يقتل لما في الصحيحين، من بدل دينه فاقتلوه. والبعض يقول يستتاب قبل أن يقتل، لكن لا يوجد حديث عن الرسول في الاستتابة، يوجد فقط القتل، من بدل دينه فاقتلوه. But as far as making anyone accept Islam,
no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. أها، إذا لماذا دخل المسلمون على أجداد الأمازيغ وقتلوا الملايين إذا كان الهدف ليس هو نشر الإسلام؟ لماذا دخلوا على المصريين بنفس الطريقة، على الأكراد وحتى الهنود بما فيهم أجدادك أنت يا ذاكر نايك؟ لماذا لدينا بعض الإخوان الإرهابيين في سوريا والعراق إذا كان الهدف هو العيش في سلام مع الكفار؟ Some people, he makes them born with congenital defects. They are born handicapped. So someone may ask me that what is the fault of that young child? What sin did he do? We believe in Islam that every child is masoom. Every child is innocent. He's sinless. But when he's come in this life, maybe as Allah says in the Quran, the wealth and your children and your wives are a test for you. It may be a test for the parents. Almighty God maybe want to test the parents. The parents may be very pious, maybe believing in God. Now God wants to test them with a more difficult examination. That now I make your children born handicapped. Then God wants to test, do you yet have faith in Almighty God? إذن الله يخلق الأطفال المعاقين من أجل اختبار إيمان أبائهم. هل هذه هي العدالة في نظرك عزيزي المسلم؟ ولو كان فعلا الأمر اختبار الآباء، نحن نعرف اليوم أنه يوجد الآلاف بل والملايين من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الأيتام، ليس لهم لا أب ولا أم، فمن يختبر الله حينها؟ وأنا شخصيا كنت أذهب مرات عديدة لجمعية للأطفال المكفوفين من أجل حلاقة شعرهم، لأن الجمعية لم تكن تملك المال الكافي لحلاقة شعر جميع الأطفال، فكنت أذهب مرارا وتكرارا إلى تلك الجمعية لإدخال ولو الفرحة البسيطة على قلوب الأطفال. وكان هناك طفل يدعى عدنان، كان دائما عندما يسمع صوتي هناك يأتي إلي ويقول لي أريد رسمة على رأسي مثل كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يرى كريستيانو في حياته. يعني أمر محزن صراحة. فكنت أسأل نفسي أحيانا ماذا فعل هؤلاء الأطفال ليستحقوا هذا؟ يعني طفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات وهو لا يستطيع الرؤية. هذا أكثر شخص في العالم يجب أن يرى ما يجري حوله. فعندما تسأل شيوخ الإسلام لماذا يحدث هذا مع الأطفال رغم أنهم لا ذنب لهم، يقولون لك إنها حكمة من الله أو أنه ابتلاء أو اختبار لآبائهم كما قال ذاكر نايك. وحتى لو كان هذا الأمر صحيح، ما ذنب هذا الطفل ليعيش حياته كاملة بإعاقة فقط لكي يختبر الله والديه؟ والمصيبة أن هذا الطفل عندما يكبر لن يدخل الجنة 100%، بل سيزيل الله يوم القيامة إعاقته لكي يحاسبه كبقية الناس. فالذي يظهر والعلم عند الله أن من ابتلي بشيء في جسده في الدنيا أن هذا الابتلاء يذهب يوم القيامة. يعني سأقوم بخلقك معاق وتعيش حياة صعبة كالجحيم، تعاني من التنمر والرفض والنقص، وفي الأخير في يوم القيامة سأرفع عنك الإعاقة لكي أحاسبك مثل الأشخاص الذين كانوا ينعمون بالصفات التي حرمتك منها. أنا لا أفهم، هل هذه هي العدالة بالنسبة لكم؟ هل تروا أن هذه عدالة؟ هل أولئك الأطفال يستحقون هذا الأمر؟ عزيزي المسلم، أريد منك أن تعرف فقط أنني لا أكره ذاكر نايك، فأنا لم أقابله في حياتي، لكن تصلني العديد من الرسائل تحتوي على روابط لفيديوهات هذا الداعية، لذلك أنا أقوم بالرد عليه وعلى محاضراته، وأنا هدفي فقط هو إظهار الحقيقة لا أكثر. وأنت أيضا لو ترى أنني قمت بأي خطأ يمكنك شرحه لنا في التعليقات، أو بإمكانك مراسلتي على تويتر أو إنستغرام وتوضيح هذا الخطأ، لأن هدفي هو الحقيقة وليس فرض رأيي على أنه حقيقة. Thank you for getting me out. Well, couldn't exactly rush out of there alone. How would that look?